السلام عليكم. مرجان مكناس، هذا المساء سبعة واثنين واربعين دقيقة هذه، والحرارة 30 درجة. الجو نسبيا كيتلطف، ما بقاتش ديك الحرارة بحال اللي دازت هاد الايامات. هادي اليوم طاحت الشتا الصباح، واحد الزخات، زخات مطرية، يعني واحد الزخة مابيهاش. المهم طاحت الشتيوة، راني صورتها الصباح. الطريق اللي على اليمين كتدي المرجان السكنة، حنا في شارع محمد السادس. هاد القوى اللي على اليسار ديال ديامو، وهذه اللي على اليمين الاندلس. وغنزيدو شويه، كاينه روزاليندا، كاين بلاك ايريس، وكاين فلورنس. فلورنس اللي هي اللي على اليمين، حنا غادي نوصلو لها. المنصور اليوم 21 غشت، اليوم عيد الشباب.